يومكم سعيد. النهارده هنتكلم عن موضوع جديد وهو مشكله تصبغ البشره وطرق التخلص من هذا التصبغ بطريقه سهله وفعاله. وقد تحدث الكثيرين في هذا المضمار وافتوا بعلم وبدون علم، وتحدثوا عن وصفات واعشاب تستطيع ان تصنع المستحيل دون تحديد الهدف أو مشكلة التصبغ من أين نشأت. لذا سأترك لكم في بداية الفيديو مقدمة لتعرفوا الحقيقة وراء التصبغ ولماذا يحدث التصبغ وكيف يحدث، حتى تستطيعون أن تجدوا الحل الحقيقي لإنهاء هذه المشكلة تماما. وفي نهاية الفيديو سوف يتم تصنيع كريم بمنتهى السهولة ولكي تحصل على بشرة ناصعة البياض وخالية من العيوب بطريقة سهلة ومميزة. وعليكم أن تستمعوا بانتباه للفقرة التالية، أرجو لكم مشاهدة ممتعة. لماذا يتصبغ الجلد وتحدث له هذه التغيرات الغير مرضية والتي تظهر في صورة تغير كامل في لون الجلد أو في صورة بقع داكنة سواء كانت في أماكن ظاهرة أو غير ظاهرة؟ سنتحدث عن الأسباب وطريقة عمل كريم للتخلص من هذه البقع الداكنة غير المستحبة. ولكن يجب أن تعرف أن تصبغ الجلد هو رسالة من الجسم يرسلها على شكل تفاعل كيميائي يؤدي إلى تكوين صبغة الميلانين، وهذه الرسالة قد تدل على تلف حادث في أحد أعضاء الجسم الحيوية أو اختلال هرموني أو ما شابه ذلك، وذلك إما أن يحدث في الجسم كله فيحدث زيادة في درجة لون الجلد، أو قد يحدث في بعض الأماكن الظاهرة أو ثنيات الجلد أو أماكن الاحتكاكات نتيجة دخول عامل آخر في هذا التفاعل وهو الالتهاب، حيث يؤدي إلى تغير لون الجلد في هذه الأماكن على هيئة بقع داكنة، ويلعب ضوء الشمس وبالذات الأشعة الحرارية منها UV دورا هاما في إتمام هذا التفاعل وحدوث هذه التغيرات على الجلد من وقت إلى آخر خلال فترات العمر وبالذات بعد عمر 30، حيث تنخفض قدرة الجلد على التجدد وإصلاح التلف، كما تزداد المؤثرات الحيوية التي تسرع من تفاعلات الشيخوخة، حيث تزداد نسبة المواد المؤكسدة في خلايا الجلد مما يسرع من حدوث الخلل في إنتاج صبغة الميلانين في مناطق معينة عن الأخرى. وقد يكون سبب هذه التصبغات التغيرات الهرمونية مثل تلك المصاحبة لفترة الحمل أو انقطاع الطمس أو حدوث اضطراب في الغدة الكظرية أو إفرازات الأنسولين وأيض السكر أو وجود أمراض بالكبد كالتشحم والالتهاب، وعند التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة والضرر الناتج منها على الجلد وتأكسد محتوى خلاياه بالشقائق الحرة ذات الأثر المدمر المؤدي إلى شيخوخة الجلد وتقرنه وردة فعله العنيفة بزيادة إنتاج الميلانين، أو كان التهابا جلديا نتيجة الإصابات الفطرية والبكتيرية أو الفيروسية، أو التهابا تحسسيا مثل الإكزيما والحكة وغيرها، أو نتيجة آثار حب الشباب أو الإفرازات الدهنية الزائدة للجلد، أو كرد فعل لكدمة أو جرح أو للدغة حشرات، أو كان أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو استخدام مادة كيميائية على الجلد كما في حالات التقشير الكيميائي أو استخدام الليزر على الجلد وغيرها من المؤثرات التي تؤدي إلى رد فعل التصبغ. وأيا كان سبب التصبغ فهو قد حدث ويجب التخلص منه أو تجنب حدوثه مرة أخرى بتجنب تلك الأسباب
قدر المستطاع، لكن يجب أن تعرف أن الميلانين ليس بالشيء الضار، حيث يقي الجسم وخلايا الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة UVB الذي قد يؤدي التعرض لها إلى مشاكل كبيرة ومنها سرطان الجلد. لكننا بصدد التحدث عن التصبغ الزائد، وليس هذا اللون الطبيعي أو الميلانين المناسب لحماية الجلد. والميلانين ثلاثة أنواع: إيميلانين، فيوميلانين، ونيوروميلانين. ويؤدي الفقدان الكلي لهذه الأصباغ لأسباب وراثية إلى ما يسمى الأفراد الألبينو. واختلاف النسب بين أنواع صبغة الميلانين هو ما يؤدي إلى هذا التنوع البيولوجي في النوع الواحد من الكائنات الحية، حيث التأثير الفعال على ألوان الشعر والعيون والبشرة. وحديثا فإن المتخصصون يتحدثون عما يطلق عليه skin lightening، تفتيح البشرة، وليس skin whitening، تبييض البشرة، حيث كانت تستخدم طرق معينة كما هو موضح أمامنا، حيث كانت تؤدي هذه الطرق إلى مشاكل أكبر من مشكلة التصبغ. وجميع هذه الطرق تعتمد إما التقشير أو وقف إنتاج وتكسير وتدمير خلايا الميلانوسايت كطرق لحدوث التبييض، وجميعها طرق غير آمنة ولها آثار جانبية كبيرة وتحتاج إلى محترفين لإتمام عملهم. وبعد أن عرفتم أن التصبغ هو رسالة من الجسم يرسلها عن طريق الجلد ليراها الإنسان ويعرف أن هناك مشكلة في أحد أجهزته الحيوية، سنعتمد الآن طريقة لعمل كريم لتقليل رد فعل الجلد عن هذه الرسالة وتحسين حالته بحيث يبدو مظهره في أحسن حال. ولكن كما قلت عليك أنت أن تعرف فحوى الرسالة وتحدد المشكلة التي أنت بصدد الدخول إليه. وسيظهر أمامنا على الشاشة خواص هذا الكريم الذي نحن بصدد أن نصنعه معا، وسنكمل حديثنا أثناء المشاهدة. إذن نستطيع أن نقول مرة أخرى أن حدوث فرط التصبغ هو رسالة من الجسم لحدوث علة ما في أحد أجهزته الحيوية. وفي هذا الفيديو سنعتمد طريقة مد الجلد بالعناصر التي توقف هذا التفاعل المتسلسل الذي يؤدي إلى زيادة التصبغ والإنتاج المفرط لصبغة الميلانين، وحيث سيتحسن أداء الجلد وتفاعله وأيضا ردة فعله على رسائل الجسم وأجهزته الحيوية. وكما اتفقنا وعليك أنت أن تعرف محتوى الرسالة التي أرسلها لك الجسم عن طريق الجلد لتعرف ماذا أصابك من علة معينة أدت إلى هذا التصبغ حتى تحاول إصلاحها سريعا. وحالا إلى المعمل لنصنع معا الكريم. المرحلة الأولى لتحضير كريم تفتيح البشرة وتغذيتها، وهنبتدي الأول حاجة في تحضير المرحلة الأولى. وبداية هبتدي بفيتامين جيم أو فيتامين سي 1000 ميلي جرام. ويتميز فيتامين سي بأنه من الفيتامينات التي تذوب في الماء، وعشان كده عشان أضيفه للكريم هضيف له 5 ميلي من الجليسرين
وهدوبه في الجليسرين وبعدين ابتدي اضيف عليه الكريم. طبعا بعد استمراري في التقليب حتى تمام الذوبان هيتم اضافة لوشن او كريم مرطب عالي القوام بمقدار 50 ملي. اختياري للوشن عالي القوام مرطب كمية الدهون فيه قليلة عشان اقدر، لان هستخدم كمية زيوت كتيرة، فعشان يبقى الكريم متعادل وملمسه رائع وامتصاصه كمان مختلف عن اي كريم اخر. طبعا زي ما احنا شايفين مع كل مرحلة انا بستمر في التقليب حتى انا ادخل في المرحلة التالية. ثم اضيف البانسينول كريم 2%، هاخد منه 15 جرام هضيفهم على خلطة الخلطة اللي انا ببتدي اجهز. ثم تنتهي المرحلة الأولى بإضافة كريم مضاد للالتهابات يحتوي على مادة البيتا ميسازون 15 جرام برضو بضيفهم على خلطة الكريم اللي أنا بحضر. وإضافة الكريم مضاد للالتهابات لسبب عشان أمنع أي التهاب تحسسي قد يحدث أثناء وضعي الكريم، فيكون الكريم بالنسبة لي آمن على الجلد وأستفاد منه أعلى فائدة ممكن. ودي المرحلة التانية اللي ببتديها بإضافة الزيوت، وأول زيت هستخدمه هو زيت السمسم 5 ملي من زيت السمسم. كمان هستخدم زيت زيتون 5 ملي مذاب فيه 1 جرام من الكركمين مستخلص الكركم اللي مستخلص عن طريق زيت الزيتون، وإضافة كمية من فيتامين دي تعادل 50,000 وحدة دولية. وده أول فيتامين هبتدي أضيفه لمجموعة الزيوت. كمان في نفس الوقت هبتدي أضيف فيتامين E أو H 2000 ملي جرام، وزي ما احنا شايفين دي طريقة استخلاصه أو الحصول عليه من كبسولات، كل كبسولة تحتوي على 1000 ملي جرام، منتهى السهولة جدا. بعد الانتهاء من وضع الفيتامين اي هبتدي اضيف زيت الخروع 5 ملي من مجموعة الزيوت اللي انا هستخدمها في عمل هذا الكريم. ثم يليها اضافة 5 جرام من زيت اللوز الحلو، وزي ما احنا شايفين ان اضافة كميات معينة من الزيوت المتخصصة في ترطيب وتغذية البشرة ده ليه هدف حتى نقضي على كل أسباب تصبغ الجلد. آخر مرحلة بضيف الفيتامين ألف أو الفيتامين أي 400 وحدة دولية، وزي ما احنا شايفين برضو منتهى السهولة يمكن الحصول عليها من كبسولات، كل كبسولة تحتوي على 100 وحدة دولية. بستمر في التقليب حتى تمام انتهاء المرحلة. وفي المرحلة النهائية بكون وصلت لمخلوطين، مخلوط الزيوت والفيتامينات الدهنية والكركمين ومخلوط الكريمات وفيتامين سي والجليسرين. بتم إضافة مخلوط الزيوت على مخلوط الكريمات جرادولي، يعني شوية شوية مع التقليب، وبستمر في التقليب حتى بعد انتهاء كمية الإضافة. طبعا احنا هنبتدي نضيف، طبعا زي ما شايفين احنا سرعنا بس عملية التقليب عشان ما نضايقكمش، واحنا وصلنا تقريبا لشكل الكريم النهائي. كريم رائع سريع الامتصاص، تم تعبئة الكريم وتجهيزه للاستخدام. الكريم صالح لمدة طويلة بدون وضعه في اي شيء في تلاجة او في اي حاجة، لانه
مصنع بطريقة فنية، تعمدنا في تصنيعه طريقة سهلة حتى يستطيع كل منا تصنيعه في أي مكان بسهولة. نتمنى لكم الاستفادة من هذا الكريم، سهل التصنيع ولكن نتائج رائعة. أتمنى لكم الصحة ودوام الصحة، وأراكم في فيديو آخر وأنتم في ظل السعادة. شكراً.